السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر جزائري. هذه المرة رجعنا لكم بوصفة أخرى اللي طلبتوها مني بزاف اللي هو تشارك نتاع النقاش. راح نعطيكم كل التفاصيل حتى المبتدئات كي الأول مرة راح تحكم النقاش في الدار كيفاش راح تنقش هذا التشارك تاعها ولا كعكعة تاع النقاش. نعلمكم كل الطرق بإذن الله باش تكونوا محترفات فيها ولا محترفين في هذه الحلويات. هكما تشوفوا فيها الهشاشة تاعها ما شاء الله، الحشوة اقتصادية غلب الغرس، وكذلك واحد البنة أنا ما قلتش قالوا قلت بالسابني. راح نبدأ بسم الله على بركة الله وصفة تاعنا اليوم، وراح نعطيكم كل المقادير المضبوطة وتتبعوا مليح الوصفة. بسم الله، هنا عندي راح نعمل 500 غرام نتاع فارينة اللي هي رطل نتاع فارينة واللي هو الدقيق الأبيض نصف كيلو. راح نعبر لكم بالكاس باش تعرفوا شحال راح نديرو كي نديرو هنا بالكيلو ولا كيما نقولو هنا بالعبر. هنا استعملت في هذا 500 غرام نتاع الفارينة جاتني ثلث كيسان والكاس الأخير يعني الرابع إلا ربع، يعني أنا ثلث كيسان والرابع نقص منه ربع، يعني كما نقولوا أربعة كيسان إلا ربع، أربعة كيسان فارينة إلا ربع، يعني نقول نعاود نأكد. هنا عندي ثلث ملاعق نتاع الماكلة اللي هما السكر غلاس واللي السكر الناعم. اللي ما فهمش واش معناها السكر غلاس، هو السكر الناعم يعني سكر بودرة مسحوق رقيق خلاص. وراح نزيد كذلك هنا النشا اللي هي الميزينا، راح نستعمل ثلاث ملعقتين عفوا زوج مغارف نتاع ماكله معمرين مليح بومبي ولازمكم تغربلوهم. راح نديروا هنا مغرف صغيره نتاع خميره الحلويات للوزن نتاع حوالي 3 غرام، ما تكثرش خميره الحلويات. وراح ندير هنايا ملعقه صغيره نصف ملعقه صغيره نتاع الملح، وراح ندير هنايا الحليب ملعقتين من مسحوق الحليب والحليب لحظه، راح يعطيكم واحد القوام في هذا التشارك تاعكم ما شاء الله. وهنا راح نستعمل 5 ملاعق تاع اكل زيت، 5 مغارف نتاع ماكله اللي هما زيت. هنا راح نستعمل 250 غرام مارغرين اللي تكون شبه ذائبه، يعني ماشي ذائبه بزاف وماشي جامده بزاف، وإذا عندكم السمن استعملوا السمن عادي جدا. المهم 250 غرام هذيك العلبات الصغيرة نتاع المارغرين. نحل مليح هذيك المارغرين وهذوك السوائل ولا هذوك النواشف مع بعض كما راكم تشوفون، بسوهم مليح مليح، راح نحصلوا على عجينة تكون بسة. هنا راح ندير ربع كاس نتاع ماء الزهر ونزيد ونكسروا فيه حبة تاع البيض. إذا كانت كيلة تاعكم كبيرة ديروا حبة بيض تكون كبيرة، إذا كانت كيلة تاعكم صغيرة ديروا هنا كما نقولوا حنايا حبة تاع البيض تكون صغيرة. نخلطوها مليح مليح، نحلوها كما راكم تشوفوا ونحطوها في الوسط. تبعوا معايا برك مليح الخطوات، ماذا بكم بيض هنا تخلطوها مليح مليح. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد كمية نتاع ماء الزهر في الكاس هذاك، وراح نكمل الباقي يعني كاس إلا ربع نتاع الماء يكون دافي. ما يكون دافي كتشوفوا ما يكون يعني كاس مخلط شويه ما زهر والماء يكون دافي، يعني كاس غير ربع. حنا مش راح نديرو كامل باش نطمو العجينه تاعنا فقط. تبعوا معايا مليح الخطوات، وراح نطموها هكذا ونعجنوها مليح مليح كما راكم تلاحظوا. قبل كنا درنا برك غير الماء الزهر والبيض وبدينا نلمو فيها، رانا لقيناها طريه. وهنا راح نزيد لها كميه من ماء الزهر والماء يكون دافي ما يكونش سخونه، نحطو غير بشويه ونبداو نطمو فيها. راح تشوفوا بلي العجينه تاعكم ملاتكم الطريه كما نقولوا حنايا شغل جاريه، وتشكل لكم هذيك الخيوط البيضاء. شوفوا كيفاش راهم يبانوا في الصحن وفي العجين، عادي جدا ما تخافوهاش، قعدوا غير تلموا فيها دوك تعاود تتلم تتلم معاكم وتنطم. المهم الماء وماء الزهر هذاك الدافي ما تفرغوش مره واحده، فرغوا غير بشويه برك وشوفوا العجين تاعكم. شوفوا انا كي تدلكوها يعني واحد الدقيقه برك كذا غير باليد تاعكم تحسوا بالعجين تاعكم ولات ملساء، ما فيهاش تشققات ولا كيما نقولوا حنايا هاربه من بعضها. هنا تعرفوا بالعجين تاعكم راهي مليحه، شوف راهي ملساء العجين ما فيهاش من برا تشققات. شوفوا ذاك المشحه قعد لي، يعني درت كاس الا ربع تقريبا عملت منه من با ربع، يعني تخدموا غير بشويه من الماء، فرغوا غير بشويه وشوفوا عينكم هي ميزانكم، نتحصلوا على عجينه كما راكم تشوفوا فيها تكون الطريه. قلت لكم على الاول راح تشوفوها باللي شغل طريه زياده، ولكن ما تخافوهاش. من بعد راح نحطوها ترتاح، انا خدمتها في الليل وخليتها بات في الثلاجه ليله كامله، نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح ليله كامله باش غدوا من داك نبداو نخدموا فيها. هنا بالنسبه للعجين بعد مرور ليله كامله راح نوزنها الى كويرات صغيره، كل كويره فيها 40 غرام، هذه بالنسبه للعجين.
كل كويره فيها 40 غرام. نطموا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل على شكل كويرات ونحطوهم. كويرتكم حتشوفوها ملساء ما تشوفوهاش مشقه. راحين من بعد كي تجيبوا لك العجين من الثلاجه راح تلقوها شغل نشفت، يعني شغل تحسوها باللي يابسه، ولكن عادي جدا اخدموا بها. مع الاول قلت لكم تلقاوها مقبل باللي شغل طريه، كي تحطوها في الثلاجه تبات ليله كامله راح تماسك تعاود تشد روحها، لانه كميه المارغارين داخل فيها السمن ولا العجين السمن ولا المارغارين راح يلم روحه. هنا تحصلت على 27 كوريان تاع التشارك. بالنسبه للعقده تاعنا ولا كما نقولوا الحشوه اللي حندير الداخل، انا عندي هذا التمر الغرس نتاع طولقه، يعني هاي اللي التمر نخدم غير به. درت كميه نتاع القرفه، تحبوا تقدروا ديروا حتى القرنفل اللي هو الطيب، وديت ملعقه اكل نتاع كما نقولوا حنايا مارغارين او السمن، ونبداو نلمو فيها. هنا هذا الغرس تاعي كان طري من برا، يعني بلا ما فورته كما راكم تشوفوا. مهم نعجنو مليح مليح ونزيد له كميه نتاع ماء الزهر ونعاود نكمل نعجنو. هنا خذوها نصيحه بالاعتبار انكم هذه العقده ما ديروهاش طريه بزاف بزاف، ما ديروهاش طريه بزاف بزاف، ديروها شويه شاده روحها. مهم تكون طريه وشاده روحها، ما تكونش طريه وطلقه روحها، ما تكونش مطلوقه بزاف. علاه؟ على خاطر كنا نحشو به الشارك تاعنا ومن بعد كنطيبوه راح يخرج من العجين، راح يخرج من العجين. كي يكون شاد روحه مع السخانه هذيك نتاع الفور راح يجي سوا سوا، يعني ما يخرجش. راح نوزنوا هذه الكوريه تاعنا، الوزن تاعهم 18 غرام. انا هذه عندي هنا كيلو تاع الغرس، ولكن انا مش هنستعمله كامل، احنا نحي منه قيس ما نخدم الحبيبه تاع الشارك تاعي. عندي 27 حبه، راح ندير 27 كوريه والباقي نعاود نخبيه، باش غدو ان شاء الله راح نخدم به المقروض نتاع الكوشه. استنونا بربي ان شاء الله، الوصفه راح نبرمجوها معكم. راكم تشوفوا الشارك هنا كي بديت نشكل فيه، راح نعطيكم كل اسرار هذا الشارك. شوفوا هنايا، هنا درت زوج خطوط بالسكوتش، الطول تاعهم 11 والعرض تاعها 11، يعني العلو تاعها 11 والعرض تاعها 11. نعاودوا نجيبوا هذيك الكريات، ماذا بكم هنايا العجين تاعكم غطيوه بكيس بلاستيكي، وحتى الحشوه غطوها بكيس بلاستيكي باش ما يضربش الهواء وما تنشف لكمش. هنا جبت هذيك الحلال الصغير، انا هذا غير مونش بالي بك تاع بالي، قطعته كما راكم تشوفوا غير صغير بلا ما تروحوا تشرو، وغسلته مليح مليح وبديت نخدم به. حليتها بهذه الطريقه في الوسط الداخل هذاك كما راكم تشوفوا، داخل هذاك السكوتش بين السكوتش يعني بين السكوتش 11 11. ومن بعد واش حندير؟ رايحين هذيك الكويرات تاعنا تاع الغرس نفتح على شكل حربوش، ولكن الداخل في الوسط يكون منتفخ، يكون بومبي شويه. شوفوا كيفاش الاطراف يكونوا حادين، يعني مبوغزين شويه كما نقولوا حنايا، ولا جاي شغل كما قمقوم. ونعاود نرفد العجين تاعنا ونبسطها، يعني نلصقها مع هذاك الغرس، نقعدوا غير نحاولوا كل ما نضغطوا نروليو فيها وحنا نضغطوا فيها. علاه؟ باش يخرج لنا ذاك الهواء الزايد لكل داخل. فهمتوا كيفاه؟ شوفوا كيف نعاود نغلق الحواشي تاعها ونحلها، شوفوا بهذه الطريقه. ولازمكم هنا يكونوا القوس يعني مع الاطراف يكونوا حادين. وهنا بداو يشكلوا في الحبه تاع الشارك تاعكم، راح تشكل سهله مهله. دائما الاستعانه بالكوبات تاعنا باش نخدموا بها، الكوبات هذيك الصفراء اللي نخدم بها. اذا ما عندكمش كوبات كما هذه، قطعوا كما نقولوا احنا بيدو نتاع خمسه نتاع جافيل ولا تاع اللي تجيبوا فيهم صانيب والاخرين، غسلوها مليح، قطعوا على شكل مربع، تولي لكم على شكل كوبات وتخدموا بها بلا ما تزيدوا تشرو هذه. هنا شكلت الحبه تاع الشارك تاعي، ونجيب هنايا النقاش نتاعنا. شوفوا كيفاش نبدا نخدم بالنقاش، يعني نخدم هكذا. ماذا بكم كي تخدموا بالنقاش ما تجبدوش يدكم بزاف، اذا شتوها باللي يلصق لكم ديروه في الفرينه وخدموا به. شوفوا هنايا الخط هذيك كملوا به السنات اللي خلصوا بهم، نعاودوا نكملوا بهم الحبه تاعنا. شوف نعاودوا نرجعوا ديك السنات، هذوك السنات شوفوا كيفاش نعاودوا ندور لهم ونخدموا بهم النقش نتاعنا. شوفوا كيفاه فوالا هكذا ونروحوا، يعني كل ما نقشوا وحده نعاودوا نرجعوا لهذيك السنات اللي خليناهم ونزيدوا نقشوا عليهم، تراسيو من الفوق ومن التحت وحتى الاطراف تاعها باش تخرج لنا حبه تاع الشارك تاعنا كما نقولوا احنا منقوشه مليح وجايه خارجه شابه. دائما الخطوط ديرهم معاكسه ليهم. شوفوا كيفاش نعاود نعكس. ماذا بكم النقاش تاعكم غير تنقشوا به تجبدوا يدكم، ما تكون كيما نقولوا حنايا
ما تلقوش بزاف باش ما يتنحلكمش، ولا ما تضغطوش عليه بزاف باش ما يطلكمش العجين. هنا واش درت؟ عاودت رجعت الحبات تاع اللي كنت نقشتهم من الاول ونعاود نبرزهم، عاود دائما الجهه يعني نعاود عليهم، عاودت لهم مره اولى راح نعاود لهم المره الثانيه. شحال قد شوف هنايا كي نحلوا الحبه تاع الشريك تاعنا، ماذا بكم الزوائد اللي يكونوا خارجين من العجين يكونوا قد بعضهم باش الحبه تاع الشريك تاعنا تجي متساويه. هذه فكره ما ممكن ما حتى واحد يقول لكم عليها، ولكن هذه فكره مليحه بزاف بزاف للمبتدئات اللي ما يعرفوش يخدموا الشريك. ممكن تجي حبه كبيره، حبه صغيره، حبه معوجه. هذه الطريقه الهائله سهله المهله بالنقاش تاعكم تخدموا بكل سهوله. قلت لكم وين هذيك الخطوط، ولكن النقاط تاع النقاش عاودوا عليهم. وماذا بكم كي تنقشوا الحبه عاودوها مره ثانيه باش تبرزوا لها نتاعها مليح مليح. شوفوا كيفاش الحربوش تاعكم تاع التمر يكون في الوسط بومبي، حكموهم على الاطراف، ودابا بكم دائما تضغطوا عليها باش تخرجوا الهواء اللي فيه. كما راكم تلاحظوا دائما شوفوا مع الاخر تسوديوها كما نقولوا حتى غلقوها. دائما الحواف يكونوا قد بعضهم كي يخرجوا من خطوط نتاع السكوش اللي درناهم. تستعينوا دائما بالكوبات وتعاودوا تسكبوا الحبه تاعكم مليح مليح. تحطوها في صينيه اللي فيها ورق الطهي، وشوفوا كيفاش نخدم بالنقاش نتاعي. يعني في الاول راح تصعب لكم حبه، ولكن راح تسرح يدكم تولي تخدموا بكل سهوله. الخدمه تاع النقاش ماهيش واعره بزاف بزاف، يعني غير بك تعودوا عليها غير شويه فقط، تعودوا تسرحوا يدكم وتولوا تخدموا كما نقولوا حنا تولوا تطيروا في الخدمه تاعها. بزاف اللي تصعب لهم في الخدمه تاع النقاش. شوفوا كيفاش تخرج حبه منقوشه متحوفه ما شاء الله عليها. نرفدوها غير بالسياس وغير بالعقل، ونعاودوا نحطوها في الصينيه تاعنا. وماذا بكم كنت تحطوها في الصينيه، زيد عاودوا سقموا لها الاطراف تاعها باش يجوا كامل متساويين الحبه نتاعكم. ما تجيش حبه كما نقولوا حنا رجلها خارجه من هي، واحده دايره من هي، واحده انديكابي معوقه هكذا. بعد بيتوها ليله كامله وهي برا، ماذا بكم تبيتوها ليله كامله خارج الثلاجه، غطوها، مهم غطوها بكيس بلاستيكي وخلوها تبات باش نطيبوها في الفرن تاعنا اللي شاعل على 180 حتى 170 درجه مئويه، شاعل من فوق ومن تحت. خلوها تحمر غير شويه وتجبدوها من الفرن. هذه هي كانت وصفتنا تاع التشارك اللي كانت مزروبه. تقدر تدير هذا التشارك تاعها داخل الثلاجه لمده 3 ساعات حتى 4 ساعات ومن بعد طيبوه. المهم اللي ما كانش مزروبه تخدموه في النهار، تبيتوا ليله كامله، غدو من ذاك الصباح طيبوه بالصحه والراحه عليها، وراح يخرج لها التشارك ما شاء الله كما نقولوا هشيش محمر، يحمر الوجه، وكذلك الداخل هذيك الحشوة تاعو بزاف بنينة، جاي مبسس كيما يحب الخاطر. راح نعطيكم هذا برك الديكور الخفيف نتاع هذا التشارك، وانتم زينوه كيما تحبوا، تحبوا تحطوه في ليكيسات، تحبوا تحطوه غير في الصحون عادي جدا حطوه. كما راكم تشوفوا هنا واش راح ندير، راح ندير له شوية سكر كلاص ولا سكر الناعم ولا سكر رطب. ونبدا بهذا الصفايه نتاعي تاع القهوه ولا اي صفايه، ندردرو عليه غير من فوق فقط رشان خفيف 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 برك، ما تكثروش عليه السكر كلاص باش ما يروحلوش هذيك الرشمه تاعو ولا هذاك التزيين تاعو. حاجه خفيفه فقط، ما تكثروش بزاف السكر كلاص من الفوق. واللي عنده ديكور اخر تاع الرشمه ترشموا كما تحبوا. وهذه وصفتنا تاع نهار اليوم اللي هو تشارك النقاش. ان شاء الله خوتي خياتي نكون افدتكم ببعض المعلومات، حتى بمعلومه ولا اثنين باش تحطوها ترسخ في اذهانكم، وان شاء الله تخدموا هذا التشارك وتدعوا لنا معكم دعوه الخير. ربي يوفق الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا كما ورينا لكم الحبه تاع التشارك اللي فتحتها معكم. على فكره حطوا البالك على حبه تاع التشارك هذيك اللي كنت ناكد لكم انكم تضغطوا عليها مليح في العجين باش كما نقولوا حنا خرجوا الهواء اللي فيها، باش كما نقولوا حنايا ما نخلوش طبقه لداخل فيد، يعني الفراغ لداخل الحبه تاع التشارك تاعي. في الاخير فيديو راح تلاحظوا هذيك الحبه تاع التشارك كانت لداخل شويه مجوفه، ولكن الطعم تاعها ما شاء الله، كذلك الذوق تاعها رائع، الشكل تاعها ما نحكي لكمش، تحمركم وجوهكم قدام اضيافكم. شوفوا كيف جايه محمره مجمرة كيما يحب الخاطر. خوتي خياتي ما تنسوناش باعجاباتكم، تعليقاتكم، البارطاج تاعكم، خلي الناس تستفيد وخلي الناس تتعلم. هذا راح تشوفوها في طاولة التقديم. هذا هو التشارك تاعنا. ما بقى لي غير نقول لكم استمتعوا بهذا المنظر الجميل، وماذا بكم تجربوا هذه الوصفة في هذا العيد، وعيدكم مبارك سعيد وربي يوفق الجميع. تروحتكم بزاف بزاف، سلام.